هش يا هش. مش انت بقى، مش انت بقى، حرام عليك. بقول لك يا حبيبي، ممكن تقعد معايا النهارده وتشوفني وانا بشتغل في البيت؟ ايه ده؟ اشوفك وانت بتشتغلي في البيت؟ اه. ايه الجو ده؟ هي مؤاده مش جايه؟ هتلبسيني منديل فوقيا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ في ياسمين، انا النهارده هدي ساشن في البيت. اليوجا بقى والميديتيشن وجو الهبل بتاعك ده؟ اه. عايزه مني انا ايه؟ هقول لك يا سيدي، بص بقى، انا عايزاك تقعد معايا وتساعدني ان انا افضي الصاله دي كلها عشان نعرف نقعد على الارض. تفضي الصاله دي كلها؟ ده نهار وجع ضهر. وعليكي من ده بايه يا ياسمين؟ بقول لك يا ياسمين، اعملي اللي انت عايزاه بس بعيد عني، طلعيني انا من الكلام الهبل بتاعك ده. يوه بقى يا هشام، مش كل حاجه كده رحبتني. وبعدين على فكره بقى، هو مش كلام هبل ولا حاجه. هو انا مش علقت لك الصداع اللي كان بيجي في دماغك ده كل يوم؟ حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. ده غير على فكره ان انا اديت جلسات لناس كتير وكلهم بيبقوا خارجين منها ومبسوطين والحمد لله، وكمان بيدوني عليها فلوس. ايه ده؟ فلوس؟ أه؟ لا ادام فيها فلوس بقى والناس بتخف، وانا صراحه خفيت من الصداع او نمت مش فاكر، فانا معاكي في الموضوع ده. بس انت عايزه مني ايه؟ انا ايه لازمتي؟ ايوه كده انت فاهم. بص يا سيدي، طبعا ده مجال جديد عليا، ومراتك بقى عايز تتشهر وكده، فانا فكرت وعملت ايفنت ان انا هعمل مديتيشن لتحقيق الاهداف، وجم عليه ناس كتير قوي والله، بس اللي اكدنا ان هم هيجوا اتنين بس ما اعرفهمش. مديتيشن لتحقيق الاهداف؟ اه. طب ما تركزي معايا انا ياسمين وتحققي لي اهدافي، بدل ما انت ماشيه تحققي اهداف الناس الغريبه. يا ابني ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ دي اسمها جلسات بالتنويم الايحائي. تنويم ايحائي؟ وبكام بقى الجلسه في الايحائي ده؟ ب 500 جنيه. ايه؟ 500 جنيه؟ لا، حضري المغناطيس بسرعه، انا راشق في البتاع ده. انا اللي هقعد على الكيس والم الفلوس. والله طلع من وراك المصلحه يا ياسمين. هما مالهم قصين شعرهم كده ليه يا ياسمين؟ هما جايين من عند الحلاق؟ طب بقول لك ايه، احنا نلم الفلوس قبل ولا بعد؟ اي وقت يا هشام، اي وقت. ابوس ايدك، سيبنا ركز. ركزي يا حبيبتي ركزي، بس انا انصحك ان احنا نلم الفلوس قبل، لان ممكن يحققوا اهدافهم ويمشوا. انا مبسوطه قوي يا بنات ان انت حضرت السيشن النهارده، وزي ما انتوا عارفين دي جلسه تحقيق الاهداف. بس يا ريت قبل ما نحقق اهدافنا واحلامنا تحققوا هدفي وحلمي وتلموا فلوس الحصه من بعض. قصدي يعني فلوس السيشن. اتفضل. خلوا يا جماعه، والله المفروض اول مره دي كومبليمون. بتعمل ايه يا هشام؟ بتعمل ايه؟ فضحتني. بقول لك ياسمين، خلينا نضمن القرشين، احلام ايه اللي هتحقق لهم؟ ده انا من يوم ما اتجوزتك ما بشوفش غير كوابيس. طيب يا بنات، انا عايزه في البدايه كل واحده فيكم تكلمني عن هدفها. هبتدي بيكي. بصي بقى يا ستي، انا طول عمري بلبس 5XL، امي في حياتي البس اكس سمول، يعني من الاخر انا عايزه ابقى شبه ياسمين صبري. ياسمين صبري، خدي فلوسك وامشي. بس كده؟ دي سهله قوي. وانت يا ندى، نفسك في ايه؟ انا بصي، انا حلمي بسيط جدا 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 زي اي حد. انا طول الوقت متوتره بدون مبرر، من غير داعي، بس عايزه اطمن، عايزه احس بالامان وبالهدوء. عارفه امنيه حياتي احط منوكير، باكل توفري. خرب بيتها، دي هتهديها ازاي دي؟ ده انا نفسي اتوترت. ما تقلقيش خالص، هتخرجي من هنا وانت هاديه ومبسوطه ومرتاحه كمان. ماشي. طيب انا عايزاكم كلكم تغمضوا عينيكم، تفردوا ظهركم، كتفكم مرتاح. غمض عينك يا هشام، شايفاك. عشان انا المفروض بلم فلوس بس. ماشي. تخيلوا كلكم ان انتوا نازلين من على سلم من 10 سلالم. يا رب يا رب. 10 9 ريلاكس، 8 7 ريلاكس، 6 5. نزلنا يا حبيبتي، نزلنا. وبعدين؟ طيب يا بنات، انتوا دلوقتي تحت مع احلامكم في امان، عيشوها، اتبسطوا بيها، شوفوا نفسكم فيها. يعني انا دلوقتي شبه ياسمين صبري؟ انت ياسمين الرفيعه الناجحه الحلوه. يا بنت الكدابه. ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي يا نهار اسود، دلوقتي في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.